السلام عليكم أصدقائي في هذه البطولة، بطولة نار، بطولة الفرق أو سكوادات الصعيد أصدقائي في يومها التالي على التوالي. أصدقائي نعتذر عن التأخير لكن عدنا لكم بتلخيص إن شاء الله يكون كبير. قريبا قريبا عندنا بطولة أخرى لكن في هذه اللحظات خلينا في هذه البطولة. إذا عندنا كلان الكينج فوكس السكواد الأولى بيسكي وكايتو وكريستال، وأيضا أصدقائي هنا كلان الأعين إس في الميل. أصدقائي يلوجون معا بجميعهم يلوجون أصدقائي في هذه اللحظات. يمكن قربنا من فايتش، فايتش عند كلان الثاني، عند السكواد الثانية من كلان الكينج فوكس. أصدقائي ماذا عساهم فاعلين؟ هل نشاهد في هذه اللحظات حرب قوية ما بين كلان الكينج فوكس وأيضا كلان ياكوزا جانج؟ لا 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 3 بوان. إذا أصدقائي كلان 3 بوان أمام كلان أمام كلان الكينج فوكس السكواد الثاني، ماذا عساهم فاعلين؟ هذا 3 بي إن إكس هو كيغان إكس وهذه أصدقائي الذين يضرب يضرب فنش وطاح طاح. هذا الريدي من كلان الكينج فوكس سقط على الارض وبقى عندنا عبدو وزيوكس وبابلو اسكوبار في هذه اللحظات. ماذا عساهم فاعلين؟ هل يطحنون هذا كلان الثروا بوان؟ يسيطرون من الامام ومن الاسفل. اذا محاطون، يضرب بالحجاره، يحاول ضرب بالحجاره عن طريق ايطا. هل يضرب هل يضرب هل يضرب اي اكسجين، ارجع للوراء ما تخليش وجهك خارج اي. هل يضرب هل يضرب؟ طاح الثاني، الثاني ضاع. ماذا عساه فعل؟ هل يهبط هل يهبط؟ اهبط اهبط. يلا نشوفوا يا اصدقائي، نشوفوا واحد ثاني من عند من نمشي. عندنا هنا ويدادي و 3 بوان اكس جون اكس و 3 بوان اكس اصدقائي. ونمشي عند ويدادي ونرجع الى كلان الكينج فوكس زيوكس. اذا بالثلاثة ضد ثلاثة، عندهم ضرب من الوراء ضرب من الخلف. كلهم يجتمعون كلهم يجتمعون. وهذا 3 بوان اكس اصدقائي وحيدا وحيدا امام السكواد كامل، يعني ثلاثة من اصل اربعة اصدقائي. يضرب كل يضرب من بعد، يعني السكواد اللي مخشيه وسط اصدقائي كلان الكينج فوكس. من يخرج هنا فائزا سوف اعطيه تحية كبيرة. اذا سقط على الارض الان الاول والثاني ساقط على الارض، بقى بابلو اسكوبر واحدة. هل يضرب هل يضرب؟ 3 بوان 3 بوان تقترب من الفعل فعليها. يا تامانو هل يضرب؟ وهذا ضاع 3 بوان تطيح بسكواد البابلو سكواد الكينج فوكس كامل اصدقائي. تحية لهم من هذا المنبر في الروم الثانية ان شاء الله اصدقائي. يلا نمشي الان الى سكوادات اخرى. عندنا هناك سكواد البلاي فور جلوبال والمجتمعون في سكواد الا ان اس بالسكوادين اصدقائي. عندنا كينج فوكس السكواد الاولى السكواد المحترفة، يا تامانو السكواد التي لعبت تقريبا 5 أو 6 بطولات حتى الان، تأتي في المراكز الاولى والثانية والثالثة اصدقائي. ماذا عساهم فاعلين؟ هل سوف ينجحون في هذه المهمة اصدقائي؟ هل يبرهنون على انهم مستعدين هذه المرة للفوز؟ عندنا هناك لانا ياكوزا جانج ديفل واتشيربو وجيمر وغوتينك يغيرون دائما من اسمائهم. عندنا كلان هنا الانتربول بثوبهم الابيض، اذا بيرو وايضا اصدقائي اكس تي وليد طيب بيراتو اصدقائي. نمشي لكلان الاين اس، ماذا عساهم فاعلين؟ هل يجتمعون في الزون الاخيره؟ راح نشوف فايتات اسطوريه، فايتات كبيره ان شاء الله، فايتات بالمستوى ان شاء الله. راح نشوف تقريبا في هذه البطوله والبطولات القادمه راح تكون اكبر اكبر فايتات على الشرق الاوسط ان شاء الله. يلا اصدقائي اذا وصلت لهذه النقطه لا تنسى تعمل لايك وزر الاشتراك اصدقائي لنواصل ان شاء الله. تحب انك تشارك في مثل هذه البطولات، مرحبا بك عندي في الانستغرام. خليك متفاعل عندي وراح تشوف كل يوم او كل اسبوع ان شاء الله بطولة جديدة، بطولة قوية، وان شاء الله على لسان كل الاصدقاء اللي شاركوا في البطولات. بطولات ان شاء الله راح تكون بصرامة اقوى كل مرة على مرة، بطولات في غاية من الاهمية بغاية من الدقة ان شاء الله، راح تكون فيها حماس برشا كوداش ان شاء الله. نرجع الى ايضا اصدقائي واياكم، عندنا يمكن الان فايت قريب من كلان او سكوادين للكلان لسكواد الان اس اصدقائي. ان اس السكواد الاولى مباشرة ضد السكواد الثانية من نفس الكلان اصدقائي او نفس اسم السكواد. ماذا سوف فاعلين؟ هل سوف يدمرون بعضهم او يتركون في حال سبيلهم؟ سوف نشاهد هذه الفايت، هي هذه اللحظات سوف نعطيها دقيقة لا نشاهد. الكل يضرب لبعض، محاصرون. ماذا سوف فاعلين؟ من سوف ياخذ النقاط؟ من سوف ياخذ الكيلات؟ ماذا سوف فاعلين؟ اذا السكواد الاولى في المرتبة الاولى والسكواد الثاني من في المرتبة الثانية من التنقيط هذه البطولة اصدقائي. سوف نرى قوة عارمة اصدقائي في هذه البطولة، لان المتنافسين
الكبار هم من نفس السكوادات أصدقائي. عندنا قوة ضاربة لهذا السكواد. راح نشوف من سوف فعل، من سوف يأخذ الكيلات في هذه المقابلة. أيضا سكي من كلان الكينج فوكس حصل على كيل. نمشي له ولا لا، نمشي له ولا لا، خلينا في هذا الفايت، فايت حارق، نشوفهم ونرجع. بدا الفايت. هذا ضرب بال15 في الضرب، وهذا ضرب بالانفور وسكار تشيتان. بار نار بربر سريع عنده، نوجاتك في راسك. وهذا بالاس كي اس، وهذا من وياسر اين اس ياسر واسماعيل والسوفيان واسماعيل اصدقائي. هذه اللحظات هذا بالان في بلاكي اسكار تشيتان، وهذا برطال من بلاي فور جلوبال اصدقائي، المشارك ان شاء الله بالسكواد بلاي فور جلوبال في المره القادمه ان شاء الله. اين اس عمر. اذا عندنا فايت قريب من الميل او الميل دخلت على الزون اصدقائي. راح نشوف ياكوزا جانك في هذه اللحظات. نرجع لكلان الكينج فوكس، نعود ايضا اصدقائي لمشاهده الاين او اس، وهما يتبارزون اصدقائي، اسف على هذه اللغه، لكن سرعه البطوله وسرعه وقوه البطوله والفايتات تجعلني اقول كلمات قد تعجبكم وقد لا تعجبكم اصدقائي، لكن هذا ما طلع ان شاء الله اصدقائي راح نطور كل مره. شوف وان طاب يحاول سرقه الكيلات. الكل يعلم جيدا ان السكور يجلبهم التوب 1 او التوب 2، لكن ايضا الكيلات تجعل فارقا بين السكوادات. اذا كلان الاين اس محاصر من كلتا الجهتين، الجهه اليمنى بسكواد من نفس الفريق، لكن من الجهة اليسرى بسكواد أقوى من القوي. إذن من هو يا أصدقائي؟ سوف نشاهد في هذه اللحظات. إذن كلان الآين إس وكلان الكينج فوكس وكلان الآين إس الثانية، كينج فوكس الثانية أيضا، كلهم في الزون الصغيرة يدخلون من الزون. شوف كريستيانو رونالدو ينفع في هذه اللحظات، يجري يا عم يجري، الكل يحاول الدخول. المدرسة مستقر لكل التلاميذ في هذه اللحظات اصدقائي. نشوف كلان الاكس دي او كلان الانتربول وبيرو وليد ويوسف وايضا الجي ام في اس اس. هنا في الكلوك تاور سوف تحسم المعركة اصدقائي. في الكلوك تاور ان شاء الله سوف تحسب. ياكوزا كانج يسقط امام كلان الانتربول. اذا ماذا سيفعلون؟ ياكوزا كانج تم اطاحتها بالكامل من كلان الانتربول في هذه اللحظات. طمانو شوف شوية لاك اصدقائي كاين في اللعبة، لكن معلش عندنا فايتات اسطورية وقوية. يا بابا يضرب هذا الهيتشوت الاول في اس اس، حطم له راسه يا عمي. طاح واحد اكس دي والد من سكواد الانتربول. هل يوسف سوف يعتق؟ هل يضرب؟ يلا راح نشوف. والله وصل هذا يوسف لاكس دي والد. نمشي لعند الاين اس في الكلوك تاور في هذه اللحظات، هم محاصرون من كل الجهات. عندنا سكواد ايضا في داخل الفاكتوري اصلا. اذا جي جي كايتش واصدقائي في هذه اللحظات، كل حط دروبات. راح نشوفوا فايت اسطوري ان شاء الله في هذه اللحظات. ماذا عسهم فاعلين؟ هذا اكس بي، يلا يا بابا يقولوا راح افنش ابو جدك هذه الليله ما فيش. كل الاحلام. شوف في اس اس ماسك الفي اس اس واللانشر اصدقائي، وهذا كريستال الام بي 14. شفت الام بي 14 والبربر في هذه اللحظات راح تكون سخطه يا اصدقائي. عند اقوى الاسلحه عند اقوى السكوادات. ماذا عسهم فاعلين في هذه اللحظه؟ هل سوف نرى فايت جميل او سوف نخرج خاوينا الوفاض اصدقائي في هذه اللحظات؟ هي هذه المعركه اللي نحبها. يضرب الكل، يحاول خطف واحد من السكوادات. اذا يعلمون بان الكيلات تعمل الفارق، الكيلات ايضا تعمل الفارق اصدقائي. عندنا فايت اسطوري ما بين الاكس دي او ال 3 بوان وكلان الاي ان اس اصدقائي. عندنا هنا الاي ان اس كانوا في المدرسه، حتى ايضا كلان الكينج فوكس. اين هم؟ بغينا نشوف الكينج فوكس اين هم. 3 بوان محاصره، الكل محاصر الان. الزون الاخيره فيها 19 شخص اصدقائي، 19 واحد اصدقائي في الزون الصغيره، يعني كل السكوادات في الزون الصغيره. تمارو يدا الفي اس اس يضرب من بعيد، هل يضرب باللانشر اكس دي انتربول بيرات ووليد طاح الاول والثاني ضاع. هل يدمج؟ هل يدم؟ الثاني ضاع بالهيد هيد شوت اصدقائي، هيد شوت خرافيه. عندنا بيفور جاي دي اسماعيل واسماعيل. تمارو ويسكي
وبالحجارة يضرب بالحجارة، هل يدخل هل يدخل يدخل يا ويسكي، دم دم اضرب اضرب، الضاحة الأول وطاعة الثاني، هل يا تتشالج في الطريق، يلا فنش كيلاتك ما تلعبش معي، ده بطل بلاي فور جلوبال. إي والله والله خطف منك الكيلات، هذا إن إس حمزة وبرطال عمل الواجب وقام بإنقاذ أصدقائه في هذه اللحظات، هذا هو الفريق المتنافس اللي نقولوا عليه في التوب 1 أصدقائي، السكواد اللي حاصل على التوب 1 حتى الآن متماسكة، تخلي نفسها في سكور عالي جدا، يحاول ضرب الهيدات أصدقائي في هذه اللحظات ياسر من آي إن إس، عندنا سكواد الآي إن إس كاملة أصدقائي في هذه اللحظات، نعملهم لايكاتهم، كينج فوكس السكواد الأولى والثانية، إن بي والإكس دي يضرب والجي إم يضرب، الكل يحاول سرقة الكيلات، الكل يسرق الكل، الكل ما ما ما، يلا حبيبي يلا يلا يلا، الكل يدخل إلى الزون، راح نشوف هنا، الكل يختف، يختف الكيل، راح 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 راح، إكس دي بيرو يسرق يسرق، لا نقول يسرق أصدقائي اللي يسمع كلمة أسرق أقول أستسمح منكم أصدقائي، لكن نقول نسرق وخلاص، يلا أصدقائي يلا يلا يلا، عندنا ثلاث سكوادات في هذا الزون الأخيرة، من سوف يفوز، من سوف يحصل على النقاط الكاملة، من سوف يحصل على 100 نقطة أيضا أصدقائي، انتربول وكينج فوكس وأيضا سكواد الـ ANS الأولى أصدقائي بلاي فور جلوبال حمزة والوان تاب والجومان أصدقائي بالكل بالسكواد الكاملة، طيح الأول، طاح الأول يا أصدقائي، كان هناك اتصال، حلينا المشكل مع هذا الصديق اللي اتصل، أتمنى من الكل الأصدقاء عندما تتصل أنا أكون عامل باتش أو ريكورد لتلخيص بطولة أصدقائي، يقع خلل في الروم والمصداقية لا تكون أصدقائي في هذه اللحظات، هذا سفيان هذا سفيان حاول تطيح، إكس دي ولد يعمل دمك يعمل دمك بيراتو، الكل سوف يخرج الآن وسوف نرى سرقة كبيرة بالملايين، والأول ضاع والثاني ضاع بالبربر، الكل يروح الكل مشى الكل مشى في هذه اللحظات، يلا دخل الزون يعملون السكور السكور في الزون الصغيرة، شوف شوف شوف، من عنده الثلج الأكثر ومن عنده القوة والنفس الطويل سوف يفوز، إيه الأول ضاع اكس دي، اذا واحد ضد سكواد اثنان ضد سكواد اصدقائي، اذا اثنان ضد اربعة او اثنان ضد اثنان اصدقائي في هذه اللحظات، يلا وان تاب بيرات اكس دي بيرات واكس دي وليد اصدقائي من اكلان الانتربول اصدقائي، يو 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 بويا اصدقائي لسكواد الانتربول اصدقائي في هذه اللحظات، الانتربول على رأس المعنى اصدقائي في هذه اللحظات، تحصل على بويا في اليوم الثاني او الروم الاولى من اليوم الثاني، هيا يا اصدقائي الى الروم الثاني يا اصدقائي، لا تنسوا وضع لايك وزر الاشتراك ليصلكم كل جديد اصدقائي، ابقوا معنا عندنا روم ثانيه وروم ثالثه ان شاء الله، ندخل سريعا اصدقائي في صلب الموضوع وهذه الروم الثانيه اصدقائي من اليوم الثاني للبطوله، اذا اصدقائي عندنا سكواد او كل يعني تقريبا سكوادات راحت اصدقائي في الهاوي اصدقائي، من السكواد 3 بوان والسكواد الثانيه من كلان الكينج فوكس، بقى واحد من كلان الكينج فوكس الثاني، هنا عندنا ان اس وياكوزا جانج اصدقائي اللي نقدم لهم تحيه خاصه اصدقائي من هذا المنبر، الاوفياء الاصدقاء الكل اللي مشارك الكل مشارك، عندنا نقطه مشتركه انهم رجال اصدقائي، مرحبا بالكل، نشوف الان يمكن عندنا فايت اصدقائي قريب، هذا كلان الفيلوزوفي اللي مشارك في الروم الاولى اصدقائي، يمكن لم يشارك في الروم الاولى، اكتبوا لي في التعليقات هل شارك او لا حسب مشاهدتكم للفيديو اصدقائي، شوف 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 عندنا هنا سكواد الاي ان اس لم تشاهد اللاعب الوحيد من سكواد الكينج فوكس الاخير جنيا اصدقائي، اللاعب الاخير من سكواد الكينج فوكس وحيد داخل الزون اصدقائي وخارج الزون، يلا 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 يخرج من الزون القاتل اصدقائي في هذه اللحظات، عندنا سكواد الاي ان اس وسكواد الكينج فوكس اصدقائي الكل في الكينج، عندنا سكوادين في الكلوك تاور اصدقائي، من سوف يفوز في هذه الفايت؟ هل سوف يدخلون اصلا في فايت او يتركون في حال سبيلهما؟ يو 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 عندنا هنا تجربه تيست يسموه الاي ان اس امام كلان الكينج فوكس، هل يستطيعون تدميرهم او سوف تحصل هناك غمار؟ يو يو دمر دمر، فرقع عودة بالحجارة يضرب بالحجارة، ماذا عساهم فاعلين؟ هل سوف يطيح الأول ضاع من سكواد الاي ان اس؟ هل يدمرونهم بالصعود والهجوم مباشرة في قلب المعمعة؟ أو يتركونهم ينوضون أو يقيمون؟
السكواد اصدقائي، عندنا هنا الاي ان اس اسماعيل يهبط بالبربر على الامبي فورتشينا البربريه، هذاك لنا كيل فوكس يضرب يضرب ماذا سوف فاعلين، والبيضة يضرب بالبيضة يا اصدقائي، هل سوف يفعلون اي ان اس يهرب، هل سوف يهرب او يطلع مجددا اصدقائي لانقاذ باقي الفريق الاي ان اس بثلاثة، اذا اللي كانوا فوق صاروا تحت اصدقائي، وكل بالعكس اصدقائي. في هذه اللحظات عندنا ياكوزا كانغ يراقبون من بعيد من الكاريت اصدقائي، يترصدون بعض الكيلات اللي خطفها من اصحابها المالكه في هذه اللحظات. طاح 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 طاح، تدمير تدمير الرؤوس، عندنا سكواد، عندنا السكوادات كلها تضرب، الكل يضرب يضرب، يا تمان هو يضرب يحط التلج، يا لقيم اصدقائك اذا طاح اثنين، وهذا التلج في الطريق، سكواد الاي ان اس يسقط ثلاثه يا اصدقائي. اعمجت ابو جدو يا اصدقائي في هذه اللحظه، شوف شوف شوف، يفنش الكيلات ويهرب، فنش الكيلات، هذا سكي فنش عند يعني سكواد كلها طاحت، بقى هو وحده، بقى هو وحده ضد واحد، واحد ضد واحد، يعني ثلاثه طايحين وثلاثه الاخرين من السكواد الثانيه طايحه، وبقى واحد ضد واحد اصدقائي، ماذا سوف فاعلين، هيا قيم هيا قيم، ولا راح يخليهم، والله والله اختار اختار انه يترك اصدقائه على انه يقيمهم. راح نشوف اي ان اس اخر عضو من الاي ان اس، هذا جنين هذا جنين، الفيلوزوفيا يضرب من بعيد، عندنا شوف شوف شوف، عندنا برشا فايتات اصدقائي، هذا جنين يضربون بالحجارة الحجارة والقنابل، اي ان اس تنقد تنقد في هذه اللحظات، يسعد الكل الكل يسعد عليه، هل يضرب فيلوزوفي مرة يضرب ايضا اصدقائي، هذا شو 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 سكي متقوقع متقوقع يا اصدقائي في الصون، يعني هو كلوك في الكلوك تاور مع السكواد الثانية من الاي ان اس اصدقائي، ماذا عساهم فاعلين. اذا عندنا هنا ياكوزا كانغ بالزيرو كيل، عندك سكواد الانتربول والثلاثة كيلات في حوزتهم، دخلت دخلت سكواد ثالثة اصدقاء في المجمل، دخلت السكواد الثالثة في المجمل، يعني انتربول ضد الاي ان اس من السكواد الثانية، اذا كريستال يتعرض للضرب، اوي وان تاب من الاي ان اس يسقط ارضا في هذه اللحظات، عندنا فايتات، اوي اوي اضرب اضرب يا فيلوزوفي، ماذا سوف فاعلين، هل يلحقون بالترتيب، هل بلاي فور جلوبال، السكواد الاولى تسقط كامله، هذا سكي مازال محافظ على نفسه، هي حافظ على الترتيب، حافظ على الاولويه، خلي نفسك في الاعلى يا زيكا، هذا ياكوزا كانغ في طرف الزون اصدقائي، عندنا الان تيربول، هل سوف تفوز بالروم الثانيه ايضا اصدقائي، هو الاول سكي، كلام اخر اصدقائي، اظن اظن 90% ان ياكوزا كانغ من ستفوز في هذه المقابله، نشوف نشوف الحظ العاشر، لان ياكوزا كانغ وحده وحده متقوقعه في طرف الزون، والسكوادات الاخرى في فايت قوي وفايت حرب طاحن اصدقائي، دمهم راح، سكواداتهم تسقط، يعني واحد شوف 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 شوف، الاول ضاع والثاني ضاع والثالث في المكان المناسب ليه يطيح كمان اصدقائي في هذه اللحظات، يلا فنش شوف شو يحول تقييمه، لكن لكن سكي يفنش ابو جدو اكس دي وليد، وبقى في اس اس امام سكي اصدقائي من كلان الكينج فوكس، عندنا هنا اسماعيل من الاي ان اس السكواد الثانيه يهرب بجلد مرة ثالثة اصدقائي، هذا سكي سكي خبير في الهروب، خبير في الهر في الهرب الماكرة في الهرب الماكرة، يقول شوف شو يعني ايه شوف شوف ماذا عسى هذا اسماعيل، اسماعيل امام من يضرب يضرب، ضاع ياكوزا جوتيك يسقط اخر عضو من الاي ان اس السكواد الثانيه، يحاولون الضرب من بعيد، من 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 فيلوسوفي يضرب اعضاء من عضو الياكوزا جانج، في هذه اللحظات راح نشوف ثلاثه فايت، يعني عندنا ثلاثه سكوادات اللي بقات، هي سكواد الياكوزا جانج والسكواد الفيلوسوفي وايضا سكواد الكينج فوكس باخر عضو منها، من سيفوز في هذه اللحظات يا اصدقائي، راح نشوف هل في سكواد ثاني، اخر عضو من سكواد الانتربول نسينا يا اصدقائي، لكن معليش معليش، عندنا ثلاثه ضد ثلاثه، يسقطون كينج فوكس واحد تلو الاخر، اظن ان فيلوزوفي ايضا قريبه من الفوز، والله والله سقط اسقط اسقط اسقط، ماذا سوف فعل، هذا واحد هذا وان في اس وان، يضرب والثاني ضاع والاول ضاع والثاني ضاع، يا شوف شوف الانتربول يسرق من بعيد، هذا جي
اس اس او في اس اس يا اصدقائي، يضرب من بعيد ويحصل على 3 كيلات مجانا مجانا يا اساطير، او تعب عليهم انه يضرب من بعيد. عندنا الزون لا غيره، ما دعسهم فاعلين يتقوقعون، طاح الى اسفل، دمج، ضاع لك دمك، اعمل دمك. الكل في هذه اللحظات لازم دم، الكل راح يشوف دمه ويحاول يطبطب عليه. طمانو يضرب يضرب اسكي في مواجهات في اس اس، من سيفوز في هذه اللحظات؟ في اس اس ام اسكي اصدقائي من الكينج فورس ام الانتربول. او يو يو يو، دمك قليل دمك قليل، حتى التاجو يا كوزا جانج، قول ان يا كوزا جانج باثنين هما سيفوزون. يضرب يضرب والله والله في اس اس في اس اس، يلا يا في اس اس، بغينا نشوفوا فايت حر، فايت قوية اصدقائي في هذه اللحظات، نشوفوا مدى سهم فاعلين في هذه الليلة النار، ليلة العرس الكبير وليلة قلب الموازين على كل السكوادات الحاصلة على التوب 1 والتوب 2 اصدقائي في هذه اللحظات. في اس اس امام سكواد، امام الاثنين من سكواد الياكوزا جانج، من سوف يفوز؟ هل الزيادة عددية لديها كلمات اخرى، ام في اس اس بحنكته وتجربته في البطولات سوف يعمل شيئا اخر؟ ياكوزا جانج تيربو في هذه اللحظات ينقد يضرب وسقط، يمكن اسقط، لا 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 لا، اعمل له تو 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 وبويا يا اصدقائي لسكواد ياكوزا جانج، والتحيه خاصه لسكواد ياكوزا جانج كامل اصدقائي وقيد السكواد تيربو اصدقائي في هذه اللحظات. نمشي للروم الثالث اصدقائي، في هذه الروم فاز ياكوزا جانج، الروم الفائته فاز الانتربول اصدقائي، نشوف الروم الاخرى من سوف يكون سيدها. بدون مقدمات اصدقائي ندخل الى الروم الثالثه والروم الاخيره في هذا اليوم الثاني اصدقائي، والملخص الاخير في هذا اليوم. اذا اصدقائي قبل ما ندخل في كل الكلمات، يمكن عندنا فايت قريب، فايت قريب. اذا هذا السكوادين دائما ما يلتقيان في هذه المكان في هذه النقطه وفي هذا الوقت بالتحديد، اذا في اول الزون يلتقيان ياكوزا جانج وفيلوسوفي، من سيفوز بهذه الفايت القوي، الفايت الذي فيه متطلبات كبيرة للفوز؟ إذن سكواد الثلاثة، سكواد الثلاثة والزيادة العددية والموقع الصحيح، لأن اللي في وسط المنزل هم اللي محاصرين، يعني هم اللي محاصرون من كل الجهات. يضرب الأول، هذا من سامسون ضع، إذن حتى الآن فيلوسوفي نقصت منها واحد، اثنان ضد اثنان، إذن اثنان ضد واحد أصدقائي في هذه اللحظات. إذن ياكوزا جانج، ياكوزا جانج يحاول ويطيح، الأول ضع والثاني ضع أصدقائي، ضع 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 ضع، شوف 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 الزيادة العددية لم تجدي نفعا، لكن حتى الآن هذه اللحظات نشوف هناك فرق كبير وشاسع. إذن في هذه اللحظات يصعد واحد من كلان، فيلوسوفي تطيح إذن بكلان على ياكوزا جانج وتفوز في هذه الصراع، في هذا الصراع الأبدي أو الصراع المتزامن ما بين فريق ياكوزا جانج وسكوادهم الشير سكواد الفيلوسوفي. تحية خاصة في هذا المنبر لسكواد الفيلوسوفي وأيضا المنافس الشرعي لها وهو سكواد الياكوزا جانج، في نفس النقطة وفي نفس مرمى شباكيا تسقط للمرة الثانية أصدقائي. إذن اثنان لاثنان، إذن دخلوا في 4 مواجهات حتى الآن، اثنان لياكوزا جانج واثنان لسكواد الفيلوسوفي. كل السكوادات الآن تدخل إلى الزون، تحاول اللحاق بالزون ما قبل الأخيرة في هذه اللحظات. يمكن عندنا فايت، راح نشوف عندنا فايت في هذه اللحظات، مع من يا أصدقائي؟ نشوف هذا السكواد الانتربول امام من في هذه اللحظات. اذا الاول طاح والثاني ضاع، هي من سيحافظ على نفسه في هذه اللحظات؟ اظن انه سكواد الياكوزا جانج ايضا اصدقائي، لا 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 لا، انه فيلوسوفي. اذا فيلوسوفي امام سكواد الانتربول، الانتربول تفوز في هذه المواجهه القويه. اذا نمشي لسكوادات اخرى ونشوف كل السكوادات اين هي اصدقائي في هذه اللحظات، ونمشي مباشره الى الزون الصغيره ونشوف الفايت القوي اللي راح يكون في الزون الصغيره. ترقبوا معي اصدقائي الفايت القوي اللي راح يكون في الزون الصغيره على من سيد هذه البطوله اصدقائي. هيا اصدقائي في هذه اللحظات عندنا، سوف نخبركم بكل السكوادات المشاركه الان، والسكواد الاي اس المشارك معهم من بلاي فور جلوبال بال 73 في الليفل. اذا شوف 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 شوف، يعملون التكتيك المباشر، التكتيك القوي للبطولات، يعملون السيارات ويفجرونها لتحمي مرمهم المباشر امامهم من كل عدو يحاول
الانقضاض عليهم وتكون الأسبقية للسكواد الخلف السيارات. لكن انتبهوا انتباها كبيرا من الزون تستغل هذه المواقف وتجعلك في لقطات محرجة أصدقائي. عندنا سكواد الانتربول في الغاريت أصدقائي، لأن الكل محاصر في قوقعة الماء أصدقائي. راح نشوف فايت قوي، إذا كان خصوصا راح يكون هناك خدعة في هذه المقابلة. شاهد المقابلة إلى الأخير، سوف نشاهد خدعة قوية في هذه المقابلة. وهذا الروم وفي الزون الأخير راح تكون خدعة قوية من الزون نفسها. يلا خلينا نشوف ونتابع مترقبات هذه المقابلة. نشوف حتى الآن كل السكوادات ما زالت موجودة إلا سكواد التروابا يمكن، وسكواد الفيلوزوفي سقطت على يد الانتربول في هذه اللحظات أصدقائي. نشوف سكواد الكينج فوكس، السكواد الثانية بيزيوس، وجنين أيضا أصدقائي. عندنا في اس اس من الانتربول وبيراتو. بدأ الفايتات، بدأوا الفايتات وبدأ الحماس عندنا في هذه المقابلة في هذه الليلة، ليلة العرس وقلب الموازين على كل السكوادات. يعني السكوادات اللي كانوا شوف 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 بالان 14 وبكل الاسلحة اللي تضرب الوان طاب، بالكل يضرب بالان 14 سلاح القوي في البطولات. يعني عندنا كينج فوكس محاصر في الزون، هل يخرج شوف 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 قلت لكم اصدقائي ان الزون راح تعمل مفاجأة لكل او سوربرايز ما فكر لكل اللاعبين في هذه البطولة. عندنا اكس دي فوق كينج فوكس مباشرة اصدقائي في هذه اللحظات، هل سوف يفعلون هذا؟ كينج فوكس زيوس يبدو انهم يفعلون خطأ كبير بالدخول الى الماء، خطأ كبير بدخول الماء. إذن ثلاثة سقطون على الأرض. قام كايتو بعمله كقائد السكواد وقيم كل السكوادات، يعني قيم كل لاعبين السكواد اللي معاه. شوف 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 لا تعملها يا يوسف سقط، والثاني ضاع، والثالث هل يسقط الكينج فوكس تحاول أخذ كل الكيلات. شوف شوف ثلاثة كيلات لسكواد الكينج فوكس السكواد الأولى. حتى الآن الآي إن إس السكواد الأولى بالزيرو كيل، لكن تحافظ على نظافة شباكها من كل الأهداف من كل التصويبات. عندنا كريستال، يعني عندنا السكواد الثانية لكينج فوكس محاصرة في الزون أو محاصرة في وسط الماء ما بين الاي ان اس والسكواد الأولى من الكينج فوكس والانتربول أيضا أصدقائي في هذه اللحظات. شوف 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 شافوهم كريستال، شافوهم طيح بيراتو. إذا كريستال عبقى جي ام في اس اس أصدقائي في هذه اللحظات من سكواد الانتربول. شوف ماذا عسهم فاعلين، يحاول ماذا عسهم فاعلين. حتى الآن نقول لكم أن الفائز بهذه المقابلة راح يكون هو الأذكى، يعني اللي راح يعمل بذكاء راح يفوز. ولكن الزون الزون تغرق سكواد البلاي فور جلوبال أو سكواد الآي إن إس الأولى، تغرقهم في الماء وتقول لهم سوف تموتون غرقا بالزون وبأسلحة الكينج فوكس السكواد الأولى. هذا ما أظن أصدقائي، لنتابع إلى الأخير أو نشوف مفاجأة قوية ومفاجأة غريبة من طراز رفيع اللي هي ضئيلة بصفر فاصلة صفر 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 تسعة من جزء من المليون أصدقائي أن السكواد الكينج السكواد الآي إن إس لن تنجو من هذه الورطة إلا إذا عملوا معهم تكتيك آخر وضربوهم من قبل أن ينزلوا إلى الماء، لأن بنزولهم من الماء يعلنون الخسارة 100%. نزل الأول إلى الماء، نزلت جومان إلى الماء، يحاول برطال صد المعارك، ينزل الثاني حمزة ينزل. إذا نزلت كلكم راح تشوفوا أشقولكم كايتو يسقط جومان في الماء. إذا الأول سقط في الماء، إذا برطال الكل صافي، نقول نهز يدي ونقول مبروك مكلانا الكينج فوكس في هذه اللحظات. إذا برطال تم استبعاده، بقى واحد هو وان طاب وتم استبعاد وان طاب من هذه البطولة ومن هذا الروم يا أصدقائي بعمل الزون. قلت لكم في الأول أصدقائي الزون راح تعمل مفاجأة وراح تغرق واحد من السكوادات. يا إلهي نار يا حبيبي نار، يعني كل السكوادات متنافسة في الزون الصغيرة، وتشوف منك هذا القوة وهذا الحماس تحب تشارك في البطولات. مرحبا بك في قناتنا على اليوتيوب، مرحبا بك على الانستغرام، وتشارك معنا في البطولات لايك.